السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم مروة السمنون، دي قناة من الصعيد اللي في وشكم دوت. وفي الطبق دي فاكهة الموسم، موسم الخريف يا حبايبي. احنا في شهر 10، بتطلع في الجوافية وبيطلع في الرمان وبيطلع في فواكه كتيرة، والزيتون والتين. بس يا حبايبي انا حبيت اقول لكم ان الفيديو دوتي. بصوا يا حبايبي، بصوا الجوافية طعمها مميز. اولا بتشفي ان كان حد مثلا بطنه وجعاه بتخففه، وبرضه ما ننساش ان هي بيبقى لها ورق. شايفين ايه اللي في وشكم ده؟ ده ورق الجوافي يا حبيبي. طبعا لا ليه طعم ولا ليه ريحة، او مثلا يعني ليه طعم وريحة بس يعني ملهاش ميزة، يعني ما تعرفش تميزها. خفيف جدا، خفيف لدرجة يا حبيبي، ان هو كأنك بتشرب مية بس لها طعم كده. ايه مثلا؟ زي ما يكون عطر كده او ريحه جوافه خفيفه خالص. بس بيشفي جدا لامراض الصدر، لامراض الكحه، لامراض التهاب الجهاز التنفسي السفلي والعلوي. من تجربتي يا حبايبي، انا عندي مشكله صحيه، يعني جربت أدوية كتيرة وعلاجات كتيرة وطرق كتيرة جدا، بس سبحان الله كنت بخف، يعني كنت بخف بس في نسبة ما كنتش بخف فيها، كانت برضو بتبقى موجودة الكحة وبرضو بتبقى موجودة ضيقة النفس. فسبحان الله يا حبايبي، جربت أوراق الجوافية. يعني بصوا، يعني الطبيعة هي اللي تكسب، او الورق الطبيعي يا حبايبي فعلا هو اللي يكسب. احب اكون فدتكم بالمعلومه دياتي وتجربوها. وطبعا هعمل لكم المشروب. كانت معكم مروه السمان من الصعيد، والسلام.